دولي 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 كلهم انا دولي الحكومه تقول اخوي دولي دولي الحكومه تقول مستشارين الحكومه محرجه حتى تقول مستشارين. وينك مستشار طقاق؟ وينك مستشار طقاق؟ المستشار قاطع ورباطع ويقعد بالوزارات مثل ما موجود بقيه الوزارات ويقول لهم يا هذا لا يصلح اخو مو ملزامي، بس هذا الموجود يمنع العمليه اتحداهم اي جندي امريكي يمنع العمليات المشتركه اذا ما يجدد باجه خلال اسبوعين. شلون يعني؟ صح لا مو صح استاذ؟ لا بس باجات الدخول الى العمليات المشتركه مو بعراقيين لازم يوافق لازم يجددونها اسبوعيا وتنقرب باجه. لا يعني اللي يصدر الباج مو عراقي؟ الامريكي لا الامريكي لا الامريكي العمليات المشتركه العراقيه اللي يصدر العارضه ما تنفتح لو قائد وجاي لو قائد العمليات المشتركه اذا ما تقرا عد الباركود مالته انه مسموح له بالدخول ما حد يدخل يعني لحد هاي اللحظه العمليات المشتركه طبعًا. اللي هاي اللي داخل المنطقه الخضراء يديرونها الامريكان طبعا 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 شنو شو اللي جاي يصير ولا هذا اجواله تطلع القاصف تطلع القاصفه وتطلع المسيره استاذ ابو سامر اسمح لي بهذه تطلع القاصفه وتطلع المسيره ويدرون اكو شيء بالجو بس ما يعرفون الهدف المستهدف شنو هو فبالتالي اذا نلها بالمرور تجي هاي تتحرك وتضرب في قلب جرف النصر واحد من ابطال الجيش الحشدي الشعبي لان طالع بواجب تامين لزياره الأربعين اللي يعتقد انها تصل الى 25 مليون وهذه المناطق مناطق السبب ضرر بغرب الجنوب الغربي الشمال الغربي لمحافظة كربلاء وبالتالي تشكل خطر على الزيارة يطلع يأمن طريقها أبو حسن المالكي رحمة الله عليه والفريق المعاه تطلع طائرة فوق يعني يرجع إلى مقره وتستهدفه في مقره.